بوس ايدك يا عم، بوس ايدك، ما تاخذني على السلطه والله. هذا التليفون الي يا عم. مرحبا، كيفكن حبايبي؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم رجعت لكم فيديو جديد. حبايب قلبي، قبل ما نبدأ هذا الفيديو حابة لكم شيء. انا شاركت بمسلسل غير مسلسلي واسمه وحيدة فيما هب الريح على قناة جاسم وصفا، رابط قناته موجود بالوصف. بتمنى منكم تروحوا تشتركوا بقناته وما تأثروا معه. قبل ما نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا تضغط لايك وشير وسبسكرايب وتفعل جرس التنبيه عشان يوصلكم كل شيء جديد. ويلا نبدأ الفيديو. مرحبا عمو. أهلين عمو، خير؟ شو فيك عمو؟ بس فيك تشتري مني هذا الجوال؟ شفتني فاتح مع الجوالات؟ أمانة يا عمو، اشتري مني. بشتري منك؟ وانت بدي بدك تبيعي؟ أمانة يا عمو، والله عندي ظروف، اشتري مني أمانة يا عمو. بشتري منك؟ وانت قديش بدك حقه؟ وما قلت لي قديش بدك حقه؟ قد ما بدك، اشتري بمئتين ألف بس أمانة تشتري مني. أيوة قلتي لي بمئتين ألف. والله انت شكلك سارق التليفون سرقة. لا والله ماني سارقة شيء. هذا التليفون حقه مليون وعم تقولي لي بمئتين ألف وتقولي لي مانك سارقتيه؟ والله يا عمو ماني سارقته، هذا إلي التليفون. يا حرامي، هلا بدك تعترفي منين سارقتيه؟ والله يا عمو ماني سارقته، هذا التليفون إلي. لكن التليفون بدك تبيعيني إياه بهذا السعر؟ والله مضطرة على مصاري لهيك بدي بيعه. مضطرة على مصاري؟ بتقولي لي من وين سارقتيه ولا باخذك على السجن؟ لا بوس إيدك يا عمو، بوس إيدك، ما تاخذني على السلطة والله. هذا التليفون إلي يا عمو. طيب ماشي، بس بشرط. تفضل. تحكي لي قصدك من الأول للأخير. ماشي عادي. مين؟ مين؟ ما عرفتي مين؟ جايب لك مفاجأة. مفاجأة؟ فتحي. ياي تليفون، شكرا لك يا بابا. شبك بابا؟ لساتك مريض؟ لا بابا لا تهتمي، قومي قومي روحي العبي بالجوال. يا رب يا رب اشفيني برحمتك يا رب. بنتي ليانا اذا انا مت ما رح تلاقي حدا يعتني فيها يا رب. عرفان انه السرطان ما له دواء بس انت قادر على كل شيء يا رب يا رب. ليانا، بنتي ليانا. نعم بابا. ليك يا حبيبتي، خذي هاي الروشتة وروحي جيبي لي اياها بسرعة، لأنه إذا ما أخذت هاي الدواء يمكن موت. بسرعة حبيبتي بسرعة. حقك علي يا عمي، حقك علي وانا اسف. ممكن تقومي تروحي معي مشوار خمس دقائق ونرجع؟ شوف
كده يا عمو. هاي الدواء شوفي ناقص شيء؟ هذا الدواء كامل. خذيه لعند ابوك بسرعه خليه يتعالج ماشي. يلا حبيبتي يلا. عمو خذ هذا الجوال الدواء. عمو خلي جوالك معك ماشي. خذي هذول خليهم معك. وهي رقم تليفوني. اي هذا شغله بتعوزيها بتحكي معي على هذا الرقم ماشي. يلا عمو روحي بسرعه. اعطي الدواء لابوك بسرعه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لهون نكون وصلنا نهاية الفيديو. لا تنسى تضغط لايك وشير وسبسكرايب وتضغط على الجرس تنبيه عشان يوصلكم كل شيء جديد. وانتظرونا بفيديوهات جديدة. باي.